واللي كيزيد يكمل علينا هو ان احنا جالسين كنتحرقوا في هذا الشيء هذا، والحكومه ولا يخرج شي واحد يبرد علينا، ولا يخرج شي واحد يشرح لنا، ولا يجرأ شي واحد يقول لنا ها شنو ها الصعوبات اللي لقينا، رحنا ما قدرناش، راه الغالب الله. السلام عليكم الاخوان، نتمنى الاخوان تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي لكم اينما كنتم. اللي شاف هذا الفيديو دير لايك، اللي ما دارش لايك ديروا لايك. مرحبا بكم وتحياتي لكم جميعا. اليوم ان شاء الله احنا غادي نتكلموا علينا، ما نقولوش المواطن ولا نقولوش السيد اللي مسكين كيعاني، حنا كلنا كنعانيو. المغاربه كاملين كيغانيو، سواء اللي كيشد 5000 درهم، سواء اللي كيشد 60، سواء اللي كيشد 40، سواء اللي كيشد 30 20 في الشهر، كاين اللي ما يشد والو. المهم كلنا في الهوا سوا ياك والاخوان. تحياتي لكم، اي واحد كيعاني دير لي. طبعا اليوم كنت انا والله نمشي للسوق باش نشوف هاد الخضره بصح. علاش ما كنتيش كتتغدى قبل؟ لا كنتغدى، ولكن ماشي بداك النيه ديال التفلي. ملي كتعطي واحد 50 درهم ولا 100 درهم ديري جبله ديال البطاطا، ديري جبله ديال البصله، ديري المطيشه. حنا كلنا المغاربه ملي كنا شحال هادي كنمشيو للسوق نتقداو، كنا صافي كنقولوا ليه نيش دير واحد الكيلو منا، جوج كيلو منا، ثلاثه كيلو منا، كتعمر القفه. القفه كاع تعمر والديها حتى الفم، تقدر تعمرها 100 درهم. واش غتاخذ فيها؟ راه غتاخذ فيها مطيشه، غتاخذ فيها اللوبيا، غتاخذ فيها القرعه، غتاخذ فيها القرعه الخضراء والقرعه الحمراء، وغادي تاخذ فيها الدنجال، وغتاخذ فيها الفلفله، وغتقدر تاخذ فيها السميد، وغتاخذ فيها خيز وجلبانه. غتعمر القفه، القفه تقدر تعمرها 100 درهم في هذا الوقت، كنت تعمرها 100 درهم. وكاين اللي كيعمر القفه ب 50 درهم بلا لحم بلا دجاج بلا حتى شي حاجه. الا كنتي بغيتي دير ديك القفه مثلا فوق منها اللحم، وفوق منها الحوت، وفوق منها الدجاج، وفوق منها العطريه والزبيب وداك سميتو عليه داك الكحل، تذكرني هذاك البرقوق. تصوروا معايا غتقام عليكم القفه بديك 4000 ريال. دركا المواطن المسكين كيصور على 50 درهم في الشهر. هذيك 50 درهم دابا في هاد اللحظه يمشي للسوق غيقسم على 5 ديال الحوايج. عندك سيدي اللي مهم البطاطا، مطيشه، البصله، خيزو، 4 ديال الحوايج. وبقات عندي الخامسه شنو هي؟ واحد 10 درهم ديال الدجاج باش يبنن. 10 درهم غادي يعطي فيها دوكا، ما بقاش ديك 10 درهم اللي دوكا، لا كيعطيك فيها ربع دجاجه، لا ما بقاش حيدوها. كلشي غلا. تصوروا معايا الاخوان، هادو 5 ديال الحوايج ياك. حنا كنقولوا واحد السيد عنده على 50 درهم كيصور على 50 درهم في النهار ياك. 50 درهم غياخذ باقي لنا بطاطا، مطيشه، بصله، خيزو، هادو الامور اللي مهمه ياك. و10 درهم ديال الدجاج. هادي الاخوان، هاد الخمسه الحوايج غادي يتغدى بهم، غادي تعيش بهم فقط. سالينا الفطور يحن في الله ياك الاخوان. مزيان. تصوروا معايا دابا واحد كيصور 50 درهم في النهار يشري باربعة حوايج. هاد السيد هذا ما عنده كرة، ما عنده ولاد يقريهم، ما عنده عطريه غيشريها، ما عنده ويفي، ما عنده قهوته، من غير الا كان تا هو مسكين بلي الله يعفو عليه قاروه شحال من حاجه. حمام وجه كيصور 50 درهم النهار. حنا ما نهضروش على داك اللي كيصور على 30 درهم واللي ما يصورهاش كاع. هذا راه مشكل كبير. واخا نسمعوا بعدا الاستاذ جمال معتوق اش كيقول في هذا الشيء. هذا مطيشه، هادو خمسه اللي ما يمكنلكش تستغنى عليهم. ما كتبقاش تفلي كل حاجه بشحال، كيرد لك الصرف. بعدا اصلا الصرف ما كاينش، راه كضرب يدك لجيبك تجبد شي صريف ما كتلقاش. بعدا اصلا جيبك ما داخلش ليك الصرف، كتولي غتلقط. كي غنديروا ليها؟ لأن الخدمة ما كايناش، بنادم راه مشومر، بنادم راه يعاني، كاين اللي قاري ويعاني، كاين اللي ما قاريش ويعاني، كاين اللي عنده الدبلوم وما خدامش، خليو هذاك الجمل راقد. ولكن بيني وبينكم هذا الجمل واش غادي يبقى راقد؟ هذا الجمل راه خاصو ينوض، شحال قد هو غيبقى راقد؟ ولاحظت بلي ما كاينش إقبال زعما بالكبير، الناس كيسولوا أكثر من اللي كيشريو، هادشي في الخضرة عباد الله. يعني وصلنا البطاطا 240 ريال. تصوروا معايا البطاطا 240، حنا درنا 10 درهم في الاول، قلنا 10 درهم، 10 درهم بطاطا، 10 درهم بصله، 10 درهم مطيشه، 10 درهم خيزو،
40 درهم و10 درهم ديال الدجاج باش تبنن داك الكويميه ولا داك الطاجين. هذه ما حسبناش العطريه، ما حسبناش الزيت، ما حسبناش الخبز، ما حسبناش هذا الشيء. 50 درهم غتشريك في 4 ديال الحوايج. ايوا الاخوان حنا فين غاديين؟ واسي اخ النوش انت فين غاديين؟ حنا فين؟ تعا قول لينا فين غاديين. غادي للهاويه، حرام عليكم اصاحبي هادشي اللي كديروا. ترى المغاربه راه كيموتوا بالجوع، المغاربه راه كيموتوا بالجوع، كيموتوا بالفقر، وانتم على ظهرنا كديروا الفلوس وديروا المشاريع وديروا ديروا ديروا، غتبقاو ديروا. حنا بغينا عا ناكلوا، حنا بغينا عا ناكلوا صافي. تصوروا معايا الاخوان دابا حنايا، ياك حنا نقولوا هادشي ديال المازوط وليسانس كنستوردوه من دوله اخرى، نقولوا راه غالي ماشي مشكل. ها انت تتفقوا على هاد النقطه، ولكن الفلاحه عندنا، ها الفلاحه عندنا راه ديالنا، علاش غتزاد علينا؟ علاش غتزاد علينا وشي حاجه ديالنا؟ راه في الدول اللي عندهم المازوط والليسانس راه ديال عندنا المونس، ما 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 تزاد ما شي حاجه. كان درهم دابا مع الزياده داروا زادوا 10 ريال، وحنا حنا الفلاحه اللي ديالنا. اذا شنو هادشي؟ راه كاين التشفارات، كاين النصاص، هادشي داخل في السمسارة تا هما. الفلاح يجيب مثلا الخضرة بواحد يبيعها بواحد الثمن، ياخذ السمسار يدير فيها ثمن اخر، وعلى العباد لا تما يزيدوا فيها شوية، وشي كيزيد في شي باش تا هو يربح، وكلشي كيربح، واللي ضايع هو حنا المواطنين واكلين العشاء. والاخوان دابا ما فهمتش، والحكومة لا مولات الحكومة زعما راه ما كتخرجش الدوي، ما داوياش معانا زعما، ما كتعرفاش واش هاد الحكومة ديالنا ولا ديال شي دولة اخرى، وما في خبرناش حنا. ما كاينش شي واحد يخرج يقول لنا شنو كاين، يتكلم معنا بصراحه، يتكلم معنا بكل جرأة، يقول لك ها اللي كاين اللي كاين. يخرج يقول لك اودي حنا ما بقيناش قادرين، راكم ما بقيناش قادرين. ايوا البابا اللي ما بقاش قادر يمشي بحالاته ويخلي الناس واحده اخرى. حنا غادي نبقاو غا كنصنتو انتخابات ونبقاو نفكروا في انتخابات حقا تجي، راه الانتخابات راه ديجا فهمتيني، راه خاصنا شي حوايج اللي خاصها هاد البلاد يتعاد فيها اعاده النظر، الافكار تكون جديده. خاصكم ديروا شي حاجه، انتم ما قادرينش ديروا، سيروا في حالاتكم، جيبوا اللي يدير، خاص اللي يدير هو اللي حنا نكونوا معاه. واش بنادم صاحبي نولوا حنا مضاربينها مع مطيشه والبصله؟ درهم و70 درهم و50 درهم وبالقفه ديالو خاويه وكيجي بها عامره، غير هذه واحد العامين ولا 3 سنين هادشي كان تيوقع. دابا حنا غاديين وحنا كنطلعوا، اذا واللي كيزيد يكمل علينا. لا تخرج الحكومه تجاوب على الهضره هذه، يخرج شي وزير ولا يخرج ناطق رسمي ولا يخرج اخا نوش براسو يشرح لينا هادشي. خارج ديك النهار اخا نوش هاد واحد ورقه، والله انا ما فاهم واش يقول، كيقول ما عرف شي بلا ما فهمتش انا لهاد، ما بعيد الكلام اللي كيقولوا لا علاقه له بالوقت، حاس ما كيمردش لك القلب. هذا هو اللي كيبقى فيا انا، كنتفقس كنقول السيد ما والو ما كيدويش. إيه شنو البديل اللي عندكم؟ شنو غادي تقولوا لنا؟ كي غادي نديرو نعيشو؟ ملي كنقول كي غادي نديرو نعيشو راه 70 و80% ديال المغاربه، والله العظيم الى 90 و70 و80 ديال المغاربه كيموتوا بالجوع، كيموتوا بالجوع والله العظيم. راه لا اله الا الله، حنا عيينا قسما بالله عيينا وتقرنا. المهم الاخوان ما غنطولش عليكم في هذه الحلقه، نتمنى الاخوان انكم ديروا لايك لهذه الحلقه هذه وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وتحياتي لكم اينما كنتم، والسلام عليكم.